السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك. أنا عندي سؤال، إحنا أنا طالب بروح تدريبات يعني. نعم، عفوا. طالب وباخد كورسات تحليل طبي. فعندي فبيدربونا على كيفية سحب عينات دم. فبيبقى في يعني نساء معانا، بنات معانا في الكورس. فساعات بيخلوا مثلا الشباب يسحبوا منهم وكده يعني على سبيل التدريب. هل ده جائز او في مشكله؟ تسحب من اي واحد غير زميلتك يعني، لان السحب من زميلتك يولد فتنه. يعني سحبت من اي امراه، اي رجل اجنبي عفوا، احسن ما تسحب من زميلتك التي ستكشف لك ما ادري تسحب من اي مكان. ابتعد عن زميلتك افضل. ماشي، شكرا. الله يسلمك.